بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى تمارين التيار الكهربائي المتناوب، وذلك في ميدان الظواهر الكهربائية لمستوى السنة الرابعة متوسط. وبدون إطالة، مع السلسلة الأولى من تمارين الكتاب المدرسي والمتمثلة في أختبر معارفي، ليست تمارين الشحنة الكهربائية وإنما تمارين التوتر الكهربائي، نصحح هذا الخطأ أولا. إذن قلنا بدون إطالة مع السلسلة الأولى والمتمثلة في أختبر معارفي. يقول التمرين الأول: أكمل الفراغات في الجمل التالية. يولد الدوران المنتظم للمغناطيس أو لمغناطيس أمام وشيعة توترا كهربائيا بين متناوبا بين طرفيها. إذن العبارة: يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توترا كهربائيا متناوبا أو متغيرا بين طرفيه. التمرين الثاني: ينتج التوتر الكهربائي المتناوب عن المنوب. يعني المنوب سمي بهذا الاسم لأنه ينتج توتر ذو طبيعة متناوبة. الفقرة الثانية: تتكون المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغانط تدور أو كهرومغانط نعم تدور أو يدور أمام وشائع ساكنة. يعني المحطات الصناعية أو المحطات نعم المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية ما هي إلا منوبات أو مولدات ضخمة. ثالثا: نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي بجهاز اسمه راسم الاهتزاز المهبطي. فبدون هذا الجهاز، مثلا إذا حاولنا أن نستعمل الفولتمتر، فإننا لن نتمكن من معرفة طبيعة هذا التوتر، إن كان متغيرا، إن كان دوريا، إن كان متناوبا أم لا. إذا قلنا نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي باستعمال راسم الاهتزاز المهبطي، وذلك عند استعمال الماسح أو المسح الأفقي. يعني هنا ينبغي أن نشغل زر المسح الأفقي، وهو المسح الزمني الذي يدلنا على طبيعة هذا التغير أو طبيعة هذا التوتر بلحظة بلحظة، يعني بمرور الزمن. الفقرة الموالية: في التوتر الكهربائي المتناوب يظهر على الشاشة منحنى بياني جيبي أو دوري. لأن قطبي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجبان وسالبان، هما على التناوب موجبان وسالبان، حيث يأخذ فيهما التيار حلقة موج أو مرحلة موجبة ومرحلة سالبة. إذن نقرأ العبارة بشكل سلس. قلنا: في التوتر الكهربائي المتناوب يظهر على الشاشة منحنى جيبي أو منحنى دوري أو منحنى بياني متناوب. لماذا؟ لأن قطبي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجب وسالب، حيث يأخذ فيهما قيما موجبة وقيما سالبة. يأخذ فيهما قيما موجبة وقيما سالبة. رابعا: في التوتر الكهربائي المستمر يظهر على الشاشة خط مستمر بقيمة معينة
للتوتر الكهربائي مهما تغير الزمن، فهو توتر كهربائي مستمر. إذن فتوتر البطارية على سبيل المثال، لما رأينا أننا حينما نوصل طرفي البطارية برسم الاهتزاز المهبطي فإننا نحصل على نقطة إما موجبة، وإذا عكسنا التوصيل تكون هذه النقطة سالبة. هذا في حالة ما إذا لم نشغل المسح الزمني. حينما نشغل المسح الزمني فإننا نحصل على خط بقيمة ثابتة، إذن خط مستمر، مما يدل على أن التوتر الذي تنتجه البطارية هو توتر مستمر في القيمة وفي الاتجاه، أي لا تتغير لا قيمته ولا اتجاهه. إذن هذا بالنسبة لهذه السلسلة. إذن كما قلنا، التوتر الكهربائي المستمر يظهر على الشاشة خط مستمر بقيمة معينة للتوتر الكهربائي مهما تغير الزمن، فهو توتر كهربائي مستمر. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى في السلسلة الثانية بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.